بالنسبة لتزاوج الجن مع الإنس هو مستبعد، لكن هناك بعض الأدلة الضعيفة، ضعيفة مش ضعيفة من حيث الصحة، يعني ضعيفة من حيث الاستدلال بها، تدل على أنه يمكن، هناك احتمال وارد. لكن يجب أن نقسم مسألة تزاوج الجن مع الإنس إلى 3 أقسام كما قلنا، لأن احنا بغينا بهذا الحوار نفيدوا المرضى وحتى نجاوبوا على المتسائلين، لكن نفيدوا المرضى بشكل خاص لأنهم هم اللي مهتمين بهذا الباب. مسألة التزاوج، ما هو المقصود منها؟ هل المقصود منها هو أن يكون هناك عقدة ما بين جني وإنسية، على مثلا أن يستمتعوا ببعضهم جنسيا، أو أن تكون هناك أسرة وإنجاب أبناء وما إلى ذلك، أم أنه مثلا وطء الجن للإنس حقيقة، يعني التلذذ به فض البكرة مثلا أو ما شابه ذلك، أو مثلا التلذذ به في المنام. فعندنا 3 ديال 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 الأصناف من التزاوج المحتملة المعنى. إما أن يكون تزاوج في الأحلام، وهذا لا شك بأن الجميع متفقون على ثبوته بأنه ممكن ووارد. أنه من الممكن النوع الثاني هو تزاوج حسي غير مرئي، اللي قلنا عليه في قضية التشكل، أن المرأة يمكن أن تحس برجل يجامعها، وهذا وكذلك بعض الرجال يشتكون من أنه يحس برجل يجامع أو امرأة تجامعه، كيقول لك في الواقع أنا حاسس بها ولكن لا أرى من يجامعني، أو يهيأ لي أرى شخصا ولكن لا يراه غيري. ولكن يمكن أن يتشكل. نعم ممكن يتشكل. نعم يمكن أن يتشكل، نعم ممكن. فهذه التصورات كلها واردة. شنو هو اللي من الصعب تقبله؟ هو أن يكون الشيطان والجني في صفته الحقيقية، وأن يكون الإنس في صفته الحقيقية، وأن يتم التزاوج وأن ينتج عنه أبناء. فالإمام مالك رحمة الله عليه حينما سئل عن المسألة تورع، ما جاوش لا بأه ولا بلا، قال أخشى إذا قلت بذلك أن تأتي المرأة حبلة فتقول أنها قد حملت من الجن. يعني نخاف أن يتم استغلال ذلك، أنه كان عنده من القواعد ديالو سد باب الذرائع، أنه يسد باب الذريعة الناس، ولكن ضمنيا راه نوع من الإقرار أنه ممكن، لأن هناك تجويز ممكن، الاحتمال وارد، لأن ما خفي عنا لا يمكن أن نعرفه. هل يمكن أن يقع تزاوج ما بين هذا الصنف وهذا الصنف من المخلوقات؟ الله أعلم، ممكن للعلم أن يثبت لاحقا وبعد تتبع استقراء وتقع حالات استثنائية لتزوج جنسين مختلفين. ما كنتكلمش هنا على الجن، نتكلم على المصطلح، لا يمكن نسميه تزوج، إنما نسميه علاقة جنسية، ممكن تكون علاقة، يعني الله عز وجل يقول لك وشاركهم في الأولاد في الأموال والأولاد وعدهم، المشاركة في الأبناء والأولاد. البعض يقول لك لا، راه المقصود هو أنه يعني تدخل وكذا وكذا، مهم، الله عز وجل قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. النبي وصانا أنك قبل الجماع أن تذكر الله لكي لا يمس ذريتك الشيطان، راه كاين تدخل شيطاني، كيفيته وهيئته وطريقته مردوا إلى الله عز وجل. إذن الله عز وجل يقول لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، هذه الآية توحي تدل بشكل ضمني بأن هناك إمكانية وطء الإنس لما يمكن أن يطأه، أو وطء الجن لما يمكن أن يطأه الإنس. إحنا ما عارفينش الجن في الجنة كيف سوف يكون، هل سيكون في صفة البشر، سوف يكون في صفة أخرى غير صفته الجنية، أو أنه بصفته، لكن هو بصفة دياله، ما الذي يمكنه أن يطأه؟ إحنا حرية بالنسبة لك أنت كإنسي يمكن أن تطأها، ولكن هل الحرية التي سوف يهديها الله عز وجل للجني المؤمن هل سوف تكون بنفس صفات وهيئة الجنية التي الإنسية، يعني الحرية التي هي من صفة الجن؟ ممكن أنت عندك حرية وتعندك حرية، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، لا أنت ولا أنت، ولكن أنت غنعطوك حرية تلائم صفاتك الجنية، ونعطيو الإنسي حرية تلائم صفاته البشرية. ليس فيها دليل. لا، أنا كنقول لك على الاحتمالات الواردة في فهم هذه الآية، وكيقولوا سيادنا الأصوليين كيقول لك إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فالآية ليست قطعية الدلالة على وجود وطء الجن للإنس، وليست قطعية الدلالة على عدم وجوده. أنا في رأيي أن الجن لا يمكن أن يصل مع الإنسية إلى درجة أن تحمل،
إنما مثل المجامعة والمداعبة وهالشي نعم كثير من النساء، وكما كنقول أن التواتر والإخبار ديال الناس الذين لا يمكن يتفقوا على الكذب كيبقى عندنا حجة، كلهم كيشكوا من هذا الأمر. يلا سيدي، حنا هنا سيدي جهال، أنتم سيدنا هما العلماء، جيبوا لنا خبراء من أمريكا ومن روسيا ومن فرنسا وجيبوهم يناقشوا هاد النساء هادو ويلقاو لنا شنو هو التفسير. فسروا لنا، ولكن أنتم ما تفسروش بالغيب، لا تفسروا بالأوهام، لعل أنها حالة سميتها بسيكوباكا، تعطيني شي اسم غريب أنا، أعطيني شي حاجة شي زريمة مادية. المرأة تحس بأن هناك من يلمسه، الرجل يحس بأن هناك من يلمسه، والأمر يتكرر عند كل الناس، عرض تكرر، شنو هو التفسير ديالها؟ حنا الحنة مثلا، الحنة احنا البعض يقول انه ممكن يكون تحول يعني كيميائي، ان تكون مثلا هناك اشياء كيميائية تطفو على انه يكون تفاعل يطفو على الجلد او تكون مواد تخرج. هناك رموز، نعم هناك من نعم، وهؤلاء الناس لا يمكن ان يقبل تواطؤهم على الكذب. هذه ما كنبك يقول لك لا شيء خرافه، يمكنش الاستاذ اللي كيقريك في المدرسه كيخرف، والطبيب اللي كيداويك حتى هو كيخرف، والمخبازه والمعلمه كلهم هاد الناس، راه الملايين اللي كيمشيو يديروا الرقيه، راه الا جيت تحصي ودير احصاص راه ناس كبار، ناس مثقفين وناس علماء واطباء، راه كثير من الاطباء المسلمين وغير المسلمين، انا جاو عندي ناس اجانب وماشي مسلمين، مسيحيين ويهود، وجاو يترقاو بلغه القران، يعني مقتنع بانه عنده شي حاجه غريبه، ولقى بان القران كيداويها وانت فسرها. حنا عندنا تفسير، بقى نقرب واحد يفسر لنا، ربي فسر لنا بان هناك جن، وفسر لنا بان هناك مس شيطاني وهناك شيطان، حنا نبقاو نخبيو الحقيقه. فلذلك اقول انه يمكن ان يطأ الجني والانسيه بذاك المعنى، في رايي تجربتي بذاك المعنى ديال المداعبه وديال الملامسه وديال الخيال وديال حتى الواقع، لكن الواقع بواحد الشكل يعني محدود، لكن يمكن ان يقع مثلا فض البكره، وهذا وارد، البعض كيقول لك احس بان هناك يعني فض البكره، وكما قلت الايه لا تدل لا على هذا ولا على هذا، وتبقى اجتهادات فقط.